نحن الآن في عام 2042، ارتفعت درجة حرارة كوكبنا بمقدار درجة ونصف مئوية مقارنة بما كانت عليه بالقرن 18 في الفترة ما قبل الثورة الصناعية. اختفت معظم الشعاب المرجانية، معدل الإنتاج الزراعي في انحدار حاد، والمناطق الاستوائية تعاني بشدة. في كل عام يرتفع منسوب مياه البحر أكثر وأكثر، في حين أن مناطق أخرى يقتلها الجفاف. يضطر عشرات الملايين اتباعا إلى الفرار من المدن الساحلية والهجرة نحو المجهول. عواقب وخيمة، علماء يستغيثون، نهاية الجنس البشري صارت وشيكة. سيناريو آخر من سيناريوهات نهاية العالم الذي نعرفه على يد الطبيعة جراء الاحتباس الحراري. لكن في الواقع لا يزال هناك أمل بوجود خطة مجنونة ومحرمة لتبريد الأرض بدعم من بيل غيتس بحد ذاته. فما هي تقنية تبريد الأرض؟ وهل حازت فعلا على موافقة المجتمع العلمي؟ ما وراء الطبيعة؟ تؤرق الأنشطة الصناعية عالمنا منذ عقود، إذ أنها تزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي بدورها تساهم في ارتفاع سخونة الكوكب الأزرق، في حين أن زعماء دول العالم لم يتفقوا كليا على التقليل من تلك الأنشطة والحد من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. تظهر للعلن أبحاث جديدة بميزانية 3 ملايين دولار ضمن مشروع لتبريد كوكب الأرض، تحظى بدعم وتمويل مالي جزئي من قبل مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس. إذ يعكف علماء الهندسة الجيولوجية الشمسية، أو بمعنى آخر هندسة المناخ، على تطوير فكرة تبريد الأرض التي وبحسب دراسات وتقارير البحوث لن تساعد على التقليل من غازات الاحتباس الحراري مثل ما يظن البعض، بل إنما هي تتمحور حول تكوين طبقة عازلة فوق سطح الأرض تعكس أشعة الشمس وتقلل من تخزين الكوكب للحرارة، حيث إنها تعتمد على استخدام طائرة من دون طيار معززة بصهارج تخزين تحتوي داخلها غاز ثاني أكسيد الكبريت التي ستقوم برشه من فوق ارتفاع يمتد ما بين 15 إلى 50 كيلومتر فوق سطح الأرض وعلى مدى بقعة جغرافية معينة بغرض حقن الإيروسول، أي الهباء الجوي، في ستراتوسفير ثاني طبقات الغلاف الجوي، فيما يعرف ببساطة بعملية التعتيم الشمسي التي تكمن فاعليتها في إبقاء ذلك الغاز لمدة عام إلى 18 شهرا تقريبا. فينتج عن ذلك طبقة جوية كالمرآة العاكسة أمام ضوء الشمس، فيما يشبه مظلة فضائية تحيط بالكوكب وتبرده، بحيث تعمل على تخفيض ضوء الشمس بنسبة 1.8% خلال تلك الفترة الزمنية وفقا لدراسات مهندس المناخ، التي لا تأتي من فراغ البتة، حتى وإن كانت لم تحظى بفرصة التطبيق بعد ولو لمرة واحدة، إلا أنها تبقى تجربة مستلهمة من الطبيعة الأم، فهي بالنهاية محاكاة مصطنعة لقوة البراكين. ثم إن أصل الفكرة يعود لعام 1991، عندما حصل ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن، لحظة ثوران بركان جبل بيناتوبو في جزيرة لوزون بالفلبين، وهو الثوران البركاني الذي أدهش العلماء آنذاك، بعدما تسبب في إطلاق أطنان من الرماد والغاز باتجاه الغلاف الجوي وفوق أراض شاسعة، ما أدى بعدها في تبريد الأرض بنحو نصف درجة مئوية طوال الأشهر التالية إثر عكس الهباء الجوي المثار لأشعة الشمس نحو الفضاء في تطبيق عملي لفكرة التعتيم الشمسي. وعلى أي حال، تلقت تلك الخطة دعما كبيرا من أعتى علماء المناخ مثل الباحث الكندي في جامعة هارفارد ديفيد كيث، الذي أكد مسبقا أن الحل الأمثل لتبريد الأرض يتمثل في الهندسة الجيولوجية الشمسية، مثله مثل كارلو راتي المهندس الإيطالي والأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
أو حتى العالم الأمريكي الكبير كين كالديرا من معهد كارنيجي للعلوم، الذين اتفقوا على مقدرة هذه التقنية الرهيبة في تعديل الإشعاع الشمسي وإبطاء ذوبان الأنهار الجليدية وغيرها من الميزات، إضافة إلى أنها أصلاً تعد أرخص بكثير من تكاليف تخفيضات الانبعاثات الغازية التي ووفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة ستبلغ قيمتها السنوية نحو 300 مليون دولار خلال سنة 2030، بيد أن عملية تبريد الأرض ستكلف حوالي 2,250,000,000 دولار فقط. تكنولوجيا محرمة. قد تكون تكنولوجيا التعتيم الشمسي فعالة حقا، ولكنها لا تزال مثيرة للجدل إلى حد الآن، في ظل ما يعيشه المجتمع العلمي من انقسام حول مدار تلك الفكرة، بما أن هناك فئة ذات صيت عال قد صنفت تلك التكنولوجيا على أنها من المحرمات السياسية، كونها تلاعب متعمد بالنظام المناخي لكوكب الأرض على نطاق جغرافي واسع. وعلى الرغم من العواقب الوخيمة المحتملة لفرضية تجاوز الاحترار العالمي لدرجة درجة ونصف مئوية، وذلك يعود لمخاوف بعض العلماء مما قد يترتب عن تطبيق نظرية تبريد الأرض من تعميق لجراح طبقة الأوزون أو تدهور أسوأ للمناخ مع هطول الأمطار الحامضية، ما يفسر بوضوح الانشقاق الحاصل بين الأوساط العلمية المعنية بالأمر. ولعل أبرز المنتقدين هو فرانك بيرمان، أستاذ حوكمة الاستدامة العالمية في جامعة أتريخت الهولندية، الذي وعلى حد قوله إن تلك النظرية ضارة بالبشرية وحظرها هو الأصلح، ما جعله يطلق عريضة دولية ضمت تواقع ما يزيد عن 60 خبيرا بغية حظر هندسة المناخ. إلا أنه على الرغم من انقسام الآراء وعدم الاتفاق حتى اللحظة على نجاعة فكرة تبريد الأرض من عدمها، تظهر نقطة مضيئة وسط ظلمة الأفكار تنادي بضرورة مواصلة انتهاج نفس المسار عبر تكثيف الجهود العالمية المبذولة لتقليل انبعاثات الغازات الصناعية، خصوصا أن الهندسة الجيولوجية الشمسية لن تقدر لوحدها على التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري في ظل احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات كارثية خلال العقدين القادمين. لكن ماذا عنك؟ لأي جهة تنحاز أنت؟ وهل تتوقع أن تتاح فرصة حقيقية لتطبيق عملية تبريد الأرض في المستقبل القريب؟ شاركنا رأيك في التعليقات.